إن شاء الله النهاردة هناخد حاجة اسمها نظام المعلومات التسويقية. المحاضرة بتاعت النهاردة تعتبر من أهم المحاضرات اللي موجودة تقريبا في كورس التسويق. هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله عن مقدمة كده عن نظام المعلومات التسويقية، هنتكلم عن مفهوم نظام المعلومات التسويقية، وهنتكلم عن فوائد نظام المعلومات التسويقية، وهنتكلم عن المكونات بتاع نظام المعلومات التسويقية. مبدئيا لو انا عندي اي منظمه، المنظمه دي بتبقى عايزه توصل لحاجات الجمهور المستهدف، تمام؟ الطبيعي ان هي بتحتك بمتغيرات البيئه التسويقيه. طيب احنا عارفين ان البيئه التسويقيه اصلا بيئه متغيره بانواعها، سواء بيئه داخليه او بيئه خارجيه بالنوعين بتوعها. طيب هل ينفع في اداره منظمه تبقى مغيبة عن إن هي تراقب متغيرات البيئة التسويقية ديت وتتوقعها عشان توصل لحاجات الجمهور المستهدف؟ الإجابة طبعا لا. لازم أي إدارة منظمة تتابع التغيرات ديت وتراقبها باستمرار. عشان كده كان لازم يبقى في حاجة اسمها نظام المعلومات التسويقية. طيب تعال نتكلم عن مفهوم نظام المعلومات التسويقية. الرسمة دي طبعا احنا حفظناها وعارفينها بالتفصيل. نظام المعلومات التسويقية ده بيتكون من هيكل من الأفراد والأجهزة، اللي بيشتغل فيه أفراد وأجهزة بيجيبوا معلومات داخلية من داخل المنظمة نفسها، وبيجيبوا معلومات خارجية جاية من متغيرات البيئة التسويقية، وبتتجمع المعلومات دي، تمام، وبتروح للمخطط الاستراتيجي اللي بيتخذها اساس علشان القرارات بتاعه المجال بتاع التسويق، بالاضافه ان هو بيغير في الخطه التسويقيه بتاعته والخطه الاستراتيجيه بتاعه المنظمه. نقدر نعرف كده مفهوم نظام المعلومات التسويقيه هو هيكل متداخل من الافراد والاجهزه والاجراءات. التصميم بتاعها معمول بحيث ان هو ينتج عنه تدفق في المعلومات المجمعة سواء من البيئة الداخلية أو من البيئة الخارجية، والمعلومات دي بالكامل بتجمع وبتستخدم كأساس لاتخاذ القرارات في مجال التسويق. هنلاحظ طبعا أن التعريف ده بيشير إلى أن نظام المعلومات التسويقية ده مكون من الأفراد والأدوات وإجراءات كمان. الهدف ان هو يجمع ويفرز ويحلل المعلومات. مش بس كده، لو انت عايز تنشر معلومات برضو في البيئة التسويقية عن طريق الهيكل ده تقدر تنشر المعلومات دي، بالاضافة ان هو بيستخدم كل البيانات بتاعته كأساس ان هو يعالج المشكلات الموجودة في المنظمة، بالاضافة ان المنظمة نفسها تقتنص الفرص التسويقية المتاحة ليها. يمكن الهدف الأساسي من النظام ده إن هو يقدم معلومات لإدارة التسويق. بالطبيعي إحنا قلنا لما الشركة بتبقى حجمها كبير جدا، فمسؤول التسويق ممكن يكونوا بمعزل عن السوق وأماكن التوزيع وأماكن الإنتاج، وما يقدروش يجمعوا المعلومات بتاع البيئة التسويقية دي التجميع مباشر عن طريقهم، وإنما لازم يستعينوا بهيكل من الأفراد والأجهزة. وبالتالي كان لازم يبقى فيه نظام للمعلومات التسويقية على أساس إن هو يجيبوا لهم المعلومات اللي موجودة كلها، بعدها يبتدوا يفكروا بناء على المعلومات ويتخذوا القرارات بتاعتهم. يمكن لو احنا هنسلط الضوء على الهدف من نظام المعلومات التسويقية، الطبيعي إن أي قرارات بتتخذها المنظمة لازم تبقى مبنية على أساسات، على أساس. طيب الطبيعي عشان يجيبوا لك معلومات أنت عايزها لازم يعرفوا شوية بيانات عن النوع المعلومات اللي أنت عايزها. المعلومات طبعا ده مفهوم واسع جدا لأي نوع من أنواع المعلومات. طيب أنا هشغل نظام المعلومات التسويقية بتاعي في إيه؟ الحقيقة لازم هم يعرفوا إيه هي القرارات اللي بتتخذها المنظمة بانتظام. يعني
المنظمة بتتخذ قرارات بانتظام حوالين السعر، يبقى لازم باستمرار تجي لي بيانات حوالين مراقبة الأسعار بتاعة السوق. إيه هي المعلومات اللي بتحتاجها عشان تتخذ القرارات بتاعتها؟ نوع المعلومات إيه بالظبط؟ لازم تبقى محددة. إيه هي المعلومة اللي عندك دلوقتي؟ يعني أنت واقف فين؟ وعايز تكمل بعد المعلومة اللي عندك لغاية فين؟ وهل المعلومة دي أنت متأكد منها ولا مش متأكد منها؟ هل هنجيب لك تأكيدات على المعلومة ولا لا؟ إيه هي الدراسات اللي غالباً بتنطلب؟ يعني دراسات على سعر، دراسات على ترويج، دراسات على منافس، دراسات على سوق مستهدف. إيه هي نوع الدراسات اللي أنت بتحتاجها باستمرار والحاجة اللي عايز تراقبها وتدور على معلومات فيها؟ إيه هي المعلومات اللي أنت عايز تمتلكها ومش موجودة عندك وتعتبر من ضمن المعلومات المصنفة كمعلومات أساسية في الدرجة الأولى؟ إيه هي المعلومات اللي أنت بترغب في استقبالها كل يوم؟ لازم ما أقدرش أستغنى يومياً عن المعلومة دي. وإيه هي المعلومة اللي ممكن تجي لك مثلاً كل سنة؟ وإيه المعلومة اللي أنت بتحتاجها كل شهر؟ وبالتالي لما أجي أدور عليها مش هدور عليها كل يوم. هل بتتابع أي مجلات أو تقارير مهنية ممكن تأثر في قرارات المنظمة ولا لأ؟ وهل مطلوب من الهيكل ده او النظام ده ان هو يدرس لك التقارير الموجوده في المجلات ديت ولا لا بانتظام؟ وهكذا هتلاقي فيه عندك حاجات كتير جدا لازم النظام بتاع المعلومات التسويقيه يبقى عارفها على اساس ان هو يجيب لك المعلومات دي باستمرار وتقدر تاخد القرارات بتاعتك كقرارات منتظمه وفي نفس الوقت تبقى قرارات حاسمه وسريعه. طيب تعال نتكلم على فوائد نظم المعلومات التسويقيه، والطبيعي ان انت ممكن تكون فهمتها من المقدمه اللي احنا عملناها دي. اولا بدون نظام المعلومات التسويقيه مفيش اي معلومات هتوصل لصناع القرار وبالتالي مش هيقدروا ياخدوا قرارات. على النقيض لو نظام المعلومات التسويقيه موجود ومتاح عندك هتوصل المعلومات للمخطط الاستراتيجي دقيقه وشامله، وفي نفس الوقت يبقى احنا نقدر نحط المنظمه بتاعتنا على الطريق السليم وناخد القرارات المناسبه. الحقيقه لو نظام المعلومات التسويقيه نظام كويس والافراد اللي شغالين فيه افراد على مستوى عالي بالاضافه الى حتى الاجهزه اللي انت بتستخدمها اجهزه كويسه هتمكنك وهتساعدك على سرعة إنجاز الأنشطة التسويقية اللي أنت عايزها باستمرار. الحقيقة لو أنا قعدت أتكلم على فوائد نظم المعلومات التسويقية كتير جدا، يمكن حتى النقط اللي موجودة قدامك دي في أكتر منها بكتير جدا. هي بتمثل نظام الرقابة تقريبا في مجمله اللي بيحرك كل شيء، بيحرك البحث العلمي اللي موجود جوه المنظمة في اتجاه مسارات المستهلك عايزها، تمام؟ ممكن يحرك القرارات بتاع المسوقين لان هم يستهدفوا اسواق تانيه، او ان هم يلغوا اسواق، او ان هم يبداوا يفتحوا انشطه جديده، او ان هم يلغوا انشطه قديمه. كل ده او كل القرارات ديت بتتبنى بناء على نظم المعلومات التسويقيه. تخفيض السعر او تعليه السعر او ان انت تدور على اتزان السوق، تمام؟ ده كله من اهداف نظم المعلومات التسويقيه، تمام؟ الحقيقه الخطه الاستراتيجيه نفسها باهدافها حتى لو انت عايز تراقب التخطيط الاستراتيجي بتاعك وتشوفه ماشي صح ولا غلط، تمام؟ بيبقى برضو عن طريق نظام المعلومات التسويقيه. فهو نظام مهم جدا، والنهارده مفيش شركه على مستوى العالم ما عندهاش نظام معلومات تسويقية وبتنجح. لابد من وجود نظام المعلومات التسويقية. يمكن انتوا بتسمعوا عن شركات يقول لك ده الشركة دي اتسرقت براءة اختراع من الشركة دي. لازم كل الشركات بتراقب المنافسين بتاعها على اساس ان هي تعرف هي بتطور ايه او هتنتج ايه او هتعمل ايه في الفترة اللي جاية.
تمام؟ وده يعتبر بمثابة ضرب قاضية للخصم لو هو مكشوف قدامك أنت كمنظمة منافسة له. طيب تعال نتكلم على مكونات نظام المعلومات التسويقية. الحقيقة هو هيكل نظام المعلومات التسويقية بيتكون من أربع إدارات بصورة أساسية. أول إدارة فيهم هي نظام المحاسبة الداخلي، وده نظام بيعتمد على الأرقام وموجود في أي مؤسسة. إدارة المحاسبة وبيبقى كلهم كل الناس اللي موجودة فيهم ناس محاسبين، وبيبقى في مجموعة من الدفاتر المحاسبية فيها مجموعة من الأرقام تعتبر بمثابة معلومات مهمة جدا عشان يتخذ فيها المخطط الاستراتيجي قرارات تسويقية زي ما هنتكلم كمان شوية. في عندنا نظام اسمه نظام أو إدارة اسمها إدارة الاستخبارات التسويقية. الحقيقة ده بيبقى مجموعة من الأفراد والأجهزة بتراقب السوق عن طريق حاجات هنتكلم فيها كمان شوية، والرقابة ديت مشروع زي المخابرات أو النظام المخابراتي بالظبط. في عندنا حاجة اسمها نظام بحوث التسويق. نظام بحوث التسويق ده بيساعد إدارة التسويق في عمل ما يسمى بالبحوث التسويقية على أي نشاط هي عايزة تقوم بيه أو تعمله، بتدرس هل النشاط ده هينجح أو هيفشل. في الآخر في عندنا نظام التحليل. نظام التحليل ده هو اللي بيحلل كل البيانات تقريبا ويديها يبدأ يدي للمخطط الاستراتيجي عشان ياخد القرارات. تعال نتكلم على كل نظام من دول بالتفصيل. طبعا الهياكل دي كلها هياكل متداخلة، تمام؟ لازم بيبقى عندك مراقبة أساسية لبيئة التسويق، وفي الآخر كله بيصب عند مسؤول التسويق. طيب تعال نتكلم كده عن أول حاجة، هو نظام المحاسبة الداخلي. نظام المحاسبة الداخلي بيبقى قائم على مجموعة من السجلات والدفاتر، وأظن في بعضكم بياخد مادة المحاسبة الموجودة. مادة المحاسبة الموجودة هي عبارة عن تسجيل كل الأنشطة المالية اللي موجودة تقريبا في الشركة، من سواء مشتريات أو مبيعات أو أنشطة بتقوم بها الشركة، أنشطة تجارية أو بتشتري مثلا أصول للشركة أو بتستدين من بنوك أو ما إلى ذلك. كل العمليات المحاسبية تقريبا بتصب في الدفاتر والسجلات المحاسبية. الحقيقة من تحليل الدفاتر والسجلات المحاسبية دي تقدر تحلل وتقدر تشوف ما يسمى أو تعمل ما يسمى الميزان المالي للشركة. الميزان المالي للشركة بالإضافة إلى ما يسمى بحقوق الملكية أو ورقة حقوق الملكية. أنا مش عايز أخش في مسميات ممكن تبقى صعبة على بعض الناس اللي ما درستش يمكن محاسبة، ولكن الأوراق دي بتتعامل معها إدارة التسويق بقوة، لأن الأرقام هي الدليل الأساسي على نجاح الشركة. الحقيقة من خلال الكام ورقة أو الثلاث أو أربع أوراق اللي بتقدمه لمسؤول التسويق بيقدروا إن هم يشوفوا معدلات النمو اللي موجودة في الشركة قد إيه، ويقدروا يحللوا هل في فترات موسمية الشركة كسبت فيها أكتر من فترات ولا لأ. بناء على الكام ورقة اللي بتقدموا دول، مثلا لو أنا بتكلم الورق ده تقدم في 2020 وفي ورقة تقدم في سنة 19 وفي ورقة تقدم في سنة 18، الحقيقة من خلال السنين المتتابعة بيقدروا ان هم يصيغوا تنبؤات ايه اللي ممكن يحصل للشركة وايه القرارات اللي ممكن تتخذها الشركة عشان تتلافى بعض العيوب اللي بينها النظام المحاسبي اللي موجود، تمام؟ الحقيقة لغة الأرقام هي قد تكون أصدق لغة موجودة في نظام المعلومات التسويقية بصورة أساسية، عشان كده نظام المحاسبة الداخلي بيتم الاعتماد عليه بصورة كبيرة جدا. حتى لما انت بتنزل عايز تشتري اسهم في شركة او تساهم في شركة، لما بتيجي تتعامل بتتعامل بصورة اساسية مع نظام المحاسبة الداخلي. كل الشركات او المنظمات اللي موجودين حواليك بيبصوا اساسا للاوراق او الكام ورقة اللي انت بتعملهم في الاخر، اللي فيهم الميزان المالي وفيهم حقوق الملكية وفيهم قائمة المصروفات او قائمة الدخل.
كل الكلام ده بيتم التعامل معاه من قبل المنظمات التانية، والحاجات ديت أصلا بتبقى طالعة من نظام المحاسبة الداخلي. تاني حاجة في عندنا إدارة أو نظام الاستخبارات التسويقية. الحقيقة نظام الاستخبارات التسويقية هو بيعرفوه إن هو العملية الأخلاقية المشروعة لجمع وتحليل وتوزيع المعلومات المناسبة واللائقة والصالحة حول البيئة التسويقية. الحقيقة نظام الاستخبارات التسويقية ده ممكن تلاقيه داخلي أو خارجي. تمام؟ النظام الداخلي ده يمكن احنا بنسميه العصفورة، يقول لك فلان ده العصفورة بتاعت المدير. هو يعني طبعا بيعرفوه ان هو نظام مشروع لمحاولة سيطرة المديرين نفسهم على البيئة الداخلية اللي موجودة. تمام؟ زائد شوية حاجات تانية احنا هنتكلم فيها في نظام الاستخبارات التسويقية. الحقيقة لو انت عايز تحسن نظام الاستخبارات التسويقية ده لازم يكون عندك تحفيز لقوة البيع لنقل المعلومة. الحقيقة الناس الوحيدة اللي بتتصل تقريبا بالزبائن باستمرار هم الناس اللي بيشتغلوا في المبيعات أو هم قوة البيع المتاحة. من خلال تعامله مع الزبون ومن خلال احتكاكه مع الزبون بيبدأ يشوف انطباعات الزبون ايه، لو هو سجلها وقدر ينقل المعلومة دي إلى نظام الاستخبارات التسويقية وبالتالي اتنقلت لمسؤول التسويق، يبقى هو بينقل حقيقة واقعة من واقع المكان بتاع البيع بتاعه. الحقيقة لو انت شجعت الموزعين وتجار التجزئة والوسطاء على ان هم يجمعوا المعلومات اللي موجودة عندهم ويبعتوها لك، يبقى انت كده بتحسن في نظام الاستخبارات التسويقية. احد الحاجات ان انت ممكن تلجأ للزبائن السريين. انت مثلا شركة رحلات وفي شركة رحلات منافسة، تبتدي تقوم بعت زبون مثلا من عندك لشركة رحلات موجودة، يطلع رحلة على حساب الشركة بتاعتك ويشوف الوضع ايه، بينقل لك معلومات عن الشركة المنافسة ليك في السوق من واقع اللي بيحصل، فدول بيسموا الزبائن السريين. الحقيقة انت تقدر تجند الشبكة الداخلية والخارجية بتاعتك في نقل المعلومة. الشبكة الداخلية متمثلة في كل الأفراد والأجهزة اللي شغالين في المنظمة، والخارجية بتتمثل في كل المؤسسات اللي انت بتتعامل معاها سواء ناس موردين أو ناس مستهلكين بيتبعوك أو الولاء بتاعهم للعلامة التجارية بتاعتك. كل ما يمر من أول الموردين اللي هم بيوردوا لك المواد الخام لغاية المستهلكين اللي بيدينوا لك بالولاء للعلامة التجارية بتاعتك، مرورا بكل الناس ديت، لو انت ضمنت ان هينقلوا لك المعلومة واستندت عليهم يبقى انت هتوصل لمعلومات كويسة جدا. الحقيقة ممكن تشكل مجموعة من الزبائن المنظمة تستشيرهم باستمرار، بس لازم يكونوا ليهم ولاء للمنظمة. تقدر تستعمل أي تقارير حكومية منشورة سواء في الجرائد أو تقارير موجودة على النت وما إلى ذلك. في بعض المكاتب اسمها مكاتب التسويق. مكاتب التسويق عشان ما نبقاش فاهمين غلط، هي مش مكاتب بتعمل إعلانات. المكاتب اللي بتعمل الإعلانات دي اسمها مكاتب ترويج، لكن في بعض المكاتب اسمها مكاتب تسويق. مكاتب التسويق دي متخصصة في ان هي تنقل لك المعلومة، متخصصة في ان هي تنقل لك المعلومة، وبالتالي انت كشركة ممكن تروح تتعامل معاها تدفع فلوس في مقابل ان هم بيبدأوا يبحثوا لك على المعلومة في مجال متخصص معين وينقلوها لك. تقدر تستعمل اي طرق مشروعة سواء مواقع النت او ما الى ذلك في ان انت تنقل المعلومة لمسؤول التسويق. في عندنا نظام اسمه نظام بحوث التسويق.
نظام بحوث التسويق هو ثالث نظام في نظام المعلومات التسويقية. نظام بحوث التسويق ده بيوفر معلومات معمقة بخصوص أي مشكلة أو فرص تسويقية معينة أنت عايز تبحث فيها. ونظام بحوث تسويق في الآخر بيقدم لك ما يسمى ببحث تسويقي حوالين المشكلة اللي أنت عايز تدور عليها. تمام؟ الحقيقة النشاط ده بيربط ما بين المنظمة والبيئة التسويقية حوالين أن هو بيحدد ويجمع ويحلل ويفسر بعض البيانات، تمام، في مشكلة معينة، عايز يفسر مشكلة معينة، وفي الآخر بيدي ما يسمى بحث تسويقي بيتخذ كأساس للقرارات. طيب تعالى بدام هنخش في نظام بحوث تسويق وهم بيدخلوا بصورة أساسية ما يسمى بالبحث التسويقي، فأنت لازم تعرف إزاي بيتم عمل البحث التسويقي. وبالمناسبة البحث التسويقي ده مش شرط ان انت تستفيد بس في مجال التسويق، وانما ممكن تستفيد بيه في اي مجال. انت حابب تعمل بحث في اي حاجة تقدر تستخدم موضوع كيفية عمل بحث تسويقي وتبدأ تشتغل بيها. عشان ابدأ اعمل بحث تسويقي، اول حاجة لازم احدد مشكلة البحث اللي انت عايز تبحثها. مشكلة البحث او الفرصة اللي انت عايز تبحث فيها. انا مدي مثال، مثلا حصل شكاوي من المسافرين على احد الخطوط الجوية، وانت كشركة طيران عايز تعرف ليه ان في شكاوي بدأت تزيد. انت طبعا كشخص موجود في مكان صناعة القرار ما تعاملتش مع خطوط الطيران في السفر والذهاب والعودة، مش هتقدر تعرف المعلومة الا من خلال بحث تسويقي. وبالتالي بتطلب من نظام بحوث تسويق ان انا عايز اعمل بحث تسويق حوالين زيادة شكاوي المسافرين على خط الطيران الخاص بينا. او ليه الحصة السوقية، ليه الزباين اللي انا بتعامل معاهم حصل فيهم انخفاض، برضو احد المشاكل اللي ممكن تتبحث. الحالة وانا فسرت، لو انا فسرت او فصصت بمعنى صح المشكلة او البحث، هنلاقي المشكلة نوعها استكشافية او وصفية او سببية. استكشافية انت ما انتش متأكد بالمشكلة، فتقول والله لنظام بحوث تسويق روحوا استكشفوا لي هل المشكلة دي موجودة ولا لا، هل الكلام ده حقيقي ولا لا. او مشكلة وصفية، انت عايز توصف حجم المشكلة، والله انا عندي في زيادة في شكاوي المسافرين على احد الخطوط الجوية، بس انا عايز اعرف حجم الناس اللي راضيين على الخدمة قد ايه بالنسبة لحجم الناس اللي مش راضيين على الخدمة. يبقى هنا انا بوصف ايه حجم المشكلة. او سببية، ليه الناس اشتكت من الخطوط الجوية دي، فهنا انا بوصف او عايز اسباب المشكلة. يبقى يا اما بستكشف، يا اما بوصف، يا اما بدور على سبب. دي انواع المشاكل بتاعتي. طبعا نتكلم على تاني حاجة اللي هي تحديد خطة البحث. ازاي بحدد خطة البحث؟ الحقيقة عشان تحدد خطة البحث لازم تحدد مجموعة من الحاجات. انا هبتدي اعمل بحث تسويقي، باول حاجة لازم اشوف مصادر المعلومات بتاعتي. ايه مصدر المعلومة بتاعتي؟ انا هجمع المعلومة دي ازاي؟ بيسموها منهجية جمع المعلومات. طيب بعد ما اجمع المعلومات عايز اجمع ادوات جمع المعطيات. هبتدي بقى اخش في مرحلة ان انا هجمع معطيات. بعد كده انت هتشتغل ازاي؟ ايه خطة المعاينة بتاعتك؟ بعد كده طرائق جمع البيانات. تعالوا نتكلم على كل واحدة او كل نقطة من دول نقطة نقطة كده. عندنا مصادر المعلومات نوعين، يا اما مصادر معلومات سنوية، يا اما مصادر معلومات اولية. مصادر المعلومات السنوية دي حضرتك
ممكن تلاقيها داخل المنظمة، لكن مصادر المعلومات الأولية دي بتبقى بره المنظمة، مستهلكين، موزعين، بائعين، منافسين، أي مصدر للمعلومة خارج المنظمة هو بيسموه مصدر أولي. الحقيقة على حسب طبيعة المشكلة أنت بتختار مصدر جمع المعلومة، هل هو مصدر أولي ولا مصدر ثانوي. لو المشكلة داخلية موجودة في المنظمة الطبيعي أن المصدر بيبقى مصدر ثانوي. لو المشكلة بتاعتي بتتعلق بمستهلكين أو موزعين أو موردين يبقى مصدر المعلومة هنا مصدر أولي، ولازم تحدد المكان اللي هتجمع منه المعلومة أو المصدر اللي هتجمع منه المعلومة. منهجية جمع المعلومات، أنا هجمع المعلومة عن طريق إيه؟ أولاً ممكن أجمع المعلومة عن طريق الملاحظة. أنت بتشوف الزبون بيتصرف إزاي اللي أنت عايز تجمع منه المعلومة، توصف مثلاً مسار الحالة الذهنية بتاعته، هو اتصرف إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها الإنفوغرافيا. الإنفوغرافيا ديت هي طريقة بتسمح برصد كيفية استهلاكهم واستهلاك المستهلكين أو مناقشة العلامة التجارية. تعالى وسط مجموعة من الزبائن كده واتكلم معاهم على علامة تجارية معينة وشوفهم بيستهلكوها إزاي أو بيتناقشوا حوالين العلامة التجارية إزاي. دي ما يسمى بمنهجية جمع المعلومات عن طريق الإنفوغرافيا. أو إن أنت تشوف أو توصف إزاي الناس بتستهلك السلعة بتاعتك، ده ممكن يسمح إن أنت تعدل في طريقة استهلاك الناس للسلعة. كان في الأول مثلا الناس بتشرب الكنز، فلما كانت بتيجي تفتحها كانت بتتفتح بأسلوب معين، تمام، بعد كده غيروا أسلوب الفتح لأسباب مدروسة عن طريق منهجية جمع المعلومات أو الإنسوغرافي. في عندنا حاجة اسمها المقاربات النوعية، عن طريق ان انت تعمل مقابلات جماعية وتبتدي تتكلم مع الناس وترصد المعلومات، او عن طريق ان انت تعمل مقابلات معمقة، عن طريق الاستقصاء الواسع، تنزل مثلا كلية زي كلية الهندسة، تمام، وتبتدي تاخد زي استبيان كده من الناس. يبقى جمع المعلومات هنا عن طريق المقابلة من عينة واسعة، أو عن طريق سلوكيات الزبائن نفسهم. سلوكيات الزبائن نفسهم، ممكن يبقى عندك زبون بيبان قدامك في سلوكه إن هو يعني بيتعامل مع العلامات التجارية الكبيرة وكلام زي كده، بينما هو أصلا بيشتري من على الرصيف. يبقى أنت بتدور في منهجية جمع المعلومات على سلوكيات الزبائن نفسهم، مش عن طريق اللي بيبان قدامك ككلام معلن. هنا الموضوع في سلوكيات الزبائن أصبح أدق، ونقدر نقول إن المقابلات المعمقة في المقاربات النوعية أفضل من المقابلات الجمعية، لأنها المعلومة بتاعتها برضو بتبقى أدق. الإنسوغرافيا برضو بتتمتع بنوع من الدقة، لأنها بتسمح برصد كيفية استهلاك الزبائن لعلامة تجارية معينة. طيب، في عندنا أدوات جمع المعطيات. أنا هستخدم إيه؟ عشان أجمع المعطيات بتاعتي؟ ممكن أستخدم استبيان، وأكيد الاستبيان غنى عن التعريف وأنتوا عارفين. ممكن استخدم ادوات نوعية. ادوات نوعية زي ايه؟ ان انا اذكر كلمة اقوم جاي في وسط مجموعة كده واقول لهم ايه رأيكم مثلا في العربية مثلا الفرنية، فبناء على اللي بيحصل تبدأ انت ترصد اللي بيحصل او الكلام اللي هم بيقولوه. عن طريق التقنيات، حاجة بيسموها التقنيات الاسقاطية، أنا هرصد أثر التاريخ أو قصة معينة لمنتج وأشوف الناس هتعترض عليها
ولا الناس هتأيدها، ولا ايه بالظبط اللي هيحصل؟ وابدا ارصد عن طريق ان انا استخدم التصوير. انا عايز واحد معين اوصف شعوره حوالين منتج، اقول له والله يعني شعورك ايه حوالين المنتج الفلاني، فيبدا هو يتكلم، بس بيتكلم بفكر في خيال شوي او في وصف شوي. انت برضو بتستخدم تقنية التصوير دي عشان توصف الشعور بتاعه مع المنتج ده. في حاجة اسمها الشخصنة، تبدأ توصف الراجل ده حصل تغير على وشه او طبيعة شخصيته اتغيرت لما شاف المنتج ده ولا لا، هل انبسط ولا لا، هل بقى حزين ولا لا، وهكذا. ده بيسموها الشخصنة. عن طريق الأسئلة التدريجية، ان انا بسأل أسئلة متلاحقة بلماذا. في فرق ما بينها وما بين الاستبيان. الاستبيان انت بتدي درجة من 5، لكن الأسئلة التدريجية بتبقى أسئلة متلاحقة وانت بتجاوب عليها إجابات كاملة، مش بتدي لها درجة. عن طريق ان انا بنقل المعلومات بتاعتي عن طريق التسجيل، وفي أجهزة طبعا اكيد انتوا عارفين بتسمح بالكلام ده. انا بعمل مقابلة والمقابلة بسجل. طيب، خطة المعاينة. عشان تعمل خطة معاينة صح، لازم تعرف مين اللي انت هتستقصيه، هتستقصي مين بالظبط، وكم فرد انت هتستقصيه، وهتختارهم ازاي. هتختارهم عشوائيين، ولا هتختارهم من فئة سوقية معينة، ولا هتختارهم من مستوى دخل معين، وهكذا. طريقة جمع البيانات عن طريق ان انت بتستقصي شخصيا. يعني انا ممكن استخدم اي حاجة من الحاجات اللي فاتت ديت عن طريق ان انا انزل بشخصي، او عن طريق ان انا ارفع سماعة التليفون وابدأ اكلم افراد واجمع منهم المعلومات، او عن طريق الانترنت، او عن طريق البريد. كل ديت طرائق لجمع البيانات. الحقيقة عشان تحدد خطة البحث بتاعتك، لازم بتدور زي ما قلنا أول حاجة على مصادر المعلومة، هل هي داخل المنظمة ولا خارج المنظمة. بعد كده أنا هستخدم أي طريقة في جمع المعلومات، استخدم وليكن مثلا الاستقصاء الواسع. بعد كده أبدأ أتنقل، طب أنا هستخدم الاستقصاء الواسع، هستخدم إيه، نظام استبيان؟ هستخدم نظام استبيان، يبقى أنا اخترت أداة لجمع المعطيات. هبدأ بقى، طيب أنت هتعمل استقصاء واسع ده فين؟ وكم فرد؟ وهتختارهم من انه منطقه ومن انه سوق؟ وفئاتهم العمريه ايه؟ يبقى انا بحدد خطه المعاينه. طيب هل هنزل بنفسي؟ ولا هرفع سماعه التليفون واكلمهم؟ ولا هستخدم البريد؟ يبقى انا كده عملت خطه بحث. خطه بحث. تعال نشوف جمع المعطيات من الميدان. الحقيقه المرحله دي، لو انت بصيت للمراحل اللي قبل كده، تحديد المشكله وتحديد خطه البحث، هتلاقي المجهود فيها مواش كبير والكلام ده بيخلص بسرعه. لكن جمع المعطيات من الميدان هو الاكثر وقت وهو الاكثر تكلفه، وللاسف بيبقى الاكثر عرضه للاخطاء. ليه الاكثر تكلفه؟ لان انت بتعتمد على افراد هيبداوا ينزلوا يعملوا لك استقصاء. تمام، الافراد دول نزولهم بتكلفه ووقتهم نفسه بتكلفه. لو جيت قارنت التكلفه دي بالنسبه للتكاليف اللي موجوده كلها في الخمس مراحل اللي فاتوا، هتلاقي المرحله دي هي المرحله الاكثر تكلفه. طيب المرحله دي برضو هي المرحله الاكثر عرضه للاخطاء، ويمكن السبب الاساسي، تعالى كده مثلا هتلاقي في بعض الدفع بتاعتكم مثلا بيتعمل لها استبيان قبل النتيجة، هو بيبقى عايز يشوف النتيجة، فبيعمل ايه؟ بيختار في الاستبيانات اي حاجة، اي حاجة وخلاص. فممكن المعلومات اللي حضرتك تديها في استبيان ياخدها الناس اللي هتحلل المعطيات بتاعت الاستبيان، والمعلومات دي اصبحت معلومات مغلوطة، وفي الاخر هتدي قرار مش صح.
ممكن في بعض الأحيان تيجي تستقصي ناس تلاقي الناس ديت ممكن يرفضوا الإجابة أو يدوا لك إجابات مغلوطة عشان وقتهم ما هو سامح، أو يحاول يتخلص منك فبيقول لك أي كلام، وبالتالي المعلومات ديت لازم تتاخد بعناية، ولازم يتكتب حالة الأفراد مع كل معطى بيتم تجميعه علشان يقدر يدي المخطط الاستراتيجي أو اللي هيجمع اللي هيحلل قصد المعطيات يبدأ يدي لكل استبيان من الاستبيانات ديت ويت، هل الاستبيان ده فيه ثقة ولا ما فيهوش ثقة. الحقيقة ممكن تتغلب كمخطط على الموضوع ده عن طريق ان انت بتحط كذا نقطة مثلا في الاستبيان، تمام، ولو اللي اتجمع منه البيانات ده اختار 3 أو 4 نقط متعارضين في الاستبيان، ساعتها يبقى المعلومات بتاع الاستبيان ده مغلوطة ونقدر ان احنا ما نعتمدش عليه. في بعض الامتحانات الدكاترة اللي فاهمين بيعملوا كده، يوم حاطط كام سؤال، الكام سؤال بيصبوا في نفس الدرس او نفس الحاجة، وحضرتك ممكن تجاوب اختياري على الاسئلة دي، وانت بتجاوب اختياري لو عملت 2 صح و2 غلط مثلا يعرف ان انت غشاش، ودي احد الحاجات اللي احنا عملناها الترم اللي فات. اما تيجي تشوف الاسئلة الاختيارية هتلاقي الاسئلة الاختيارية كانت محطوطة بالاسلوب ده. طيب، في عندنا تحليل المعطيات. بعد ما بجمع المعطيات للاستبيانات بتاعتي او ما المعلومات اللي انا جمعتها، ببدأ احلل المعطيات، ببدأ اجمع الاجابات المتشابهة وادي لها ويت بناء على الاعداد مثلا مع بعض لو انا بتكلم على استبيان، وفي الاخر ببدأ اقيم النتائج بتاعتي واكتب توصيات بناء على التحليل. وانتوا اكيد عارفين الاستبيان بيتحلل ازاي، كل نقطة موجودة في الاستبيان بقول، يعني مثلا لو احنا عايزين نعمل استبيان حوالين الدكتور محمود عبد العزيز مثلا ملتزم ولا لا، فعندنا 10 أفراد قالك ده ملتزم وفي 5 قالوا ده مش ملتزم، يبقى عندي تحليل الاستبيان يطلع النقطة ديت ان فيه حوالي 66% قالوا ان الراجل ده ملتزم والباقي قال ان الراجل ده مش ملتزم. تمام، نبدأ نوجه للدكتور محمود عبد العزيز ده التوصية او النتيجة. خد بالك ان فيه التلت تقريبا بيشتكي من عدم التزامك وديت فيها مشكلة. نيجي في قاعد درس مثلا، عايزين نقيم قاعد درس، بنبدأ نقول قاعد الدرس والله الإنارة فيها مش كويسة بتخلينا نام، كام واحد قال كده؟ 80% من الناس قالوا كده، يبقى لازم يتاخد قرار مباشرة ان لازم تتعدل الإضاءة مثلا بتاعة قاعد الدرس وهكذا. طبعا انا بدي مثال بسيط لكن الموضوع في المنظمات الكبيرة بيبقى أكبر من كده بكتير. في عندنا نظام التحليل. نظام التحليل بياخد التوصيات والمعطيات كمان، طبعا المعطيات بتتحلل وفي توصيات، هو بياخد التوصيات ديت والمعطيات وبيبتدي يعالجها. الحقيقة العلاج بأساليب كتيرة جدا، ولو احنا حبينا نتكلم فيها هتلاقي الموضوع ياخد مننا وقت كبير جدا، لكن الطبيعي ان المعلومات ديت ساعة ما بتوصل بيبتدي مسؤول التسويق ياخدوا القرارات بتاعتهم عليها، تمام، والمفروض ان القرارات دي بعد كده بتتراقب ويتشاف مدى تأثيرها على المؤسسة بتاعتي او المنظمة. احنا كده خلصنا الدرس ده، درس لذيذ وبسيط والمفروض ان انتوا تستفيدوا منه في حاجات كتيرة جدا. الحقيقة انا استفدت من كيفية عمل بحث تسويقي في حاجات كتيرة جدا في حياتي. طبعا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكده المحاضرة انتهت.